والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي الزميل الصحفي قناة 24 نيوز سعيد العفاسي. مرحبا بك سعيد. يعني حدثنا أكثر عن هذه المشاكل التي وقعت في مكتب الاتصال الدبلوماسي في المغرب. مساء الخير وسام. أعتقد هذا المشكل تداولته الصحف والمواقع المغربية منذ أكثر من 10 أيام، وظل المشكل معروفا لدى الأوساط الصحفية والمتتبعين لمثل هكذا أخبار، لأنهم يدركون جيدا بأن هناك أزمة ما بين الإدارة أو المكتب الإسرائيلي المغربي لدى الرباط تدولت ما بينهما، وتطور المشكل ما بين الأشخاص المدبرين للشأن السياسي والمالي في المكتب، وتطور الأمر إلى فضح بعضهم البعض. وهنا ظهرت على السطح وطفت مسألة الجنسية، وقال بأن هناك بعض الفتيات من كانت لهم علاقة ببعض المسؤولين في المكتب، وأنا أتحدث عن المسمات ميم سين، وهي كانت موظفة في المكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب، وتم التحرش بها، وهي تفكر الآن في اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافها إذا تطور الأمر، إذا ما لا تحمد عقبه. وبالتالي هذا الأمر متداول جدا، وعادي أن تقع مثل هذه المشاكل، لكن من غير العادي أن يكون رجل دبلوماسي يمثل دولة في دولة أخرى أن يقوم بمشاريع بين قوسين فساد وللتأثير على العلاقات مثل المغرب وإسرائيل. نعم، وأنت ذكرت المغرب وإسرائيل، ونحن نعلم أن هناك علاقات دبلوماسية تجمع المغرب وإسرائيل. هل ستؤثر هذه الأزمة على العلاقات المستقبلية بين البلدين، بين المغرب وإسرائيل؟ وكيف يرى الشارع المغربي والإعلام المغربي هذه الحادثة؟ أولا، لا أعتقد أن مثل هذا الأمر أو هذه النازلة سوف تؤثر على علاقة المغرب مع إسرائيل. أولا، لأنها شأن داخلي للمكتب الإسرائيلي، ولا علاقة للمغرب ولا للدبلوماسية المغربية من أجل الدخول إلى عش المكتب والحديث فيه، إلا إذا التجأوا للقضاء أو طلب من القضاء أن يتدخل من أجل فتح تحقيق، أو التجأت من مست بالتحرش الجنسي من أجل المطالبة بحقها آنذاك، ممكن للقضاء أن يتدخل في حدود ما هو شخصي، شخص أمام شخص وليس شخص أمام مسؤول داخل المكتب الاتصال المغربي. وأعتقد بأن هذا الموضوع لن سيكون سحابة الصيف، لأنه أمر داخلي كما قلت، ثم أن الشعب المغربي الآن غير معني بمثل هكذا قضايا جنسية مالية فساد. هذا الأمر يخص المكتب وعليه أن يتدبر الأمر. ولكن السؤال الأخير هو كيف يرى أيضا، ليس فقط الشارع المغربي، أيضا الصحافة المغربية تتطرق لهذه الأزمة؟ الصحافة المغربية كتبت على مواقعها وصفحات جرائدها قبل ما تكتب الصحافة الإسرائيلية، وحتى أني تفاجأت بأن الموضوع متداول داخل المغرب، لكن الصحافة المغربية لم تتحدث عنه، وهذا دليل على أن الصحفيين المغاربين لهم مراس ولهم علاقة من أجل الدخول إلى بعض القضايا الشائكة وإخراجها إلى المجتمع من أجل بين قوسين فضحها أو إخراجها لتدق ناقوس الخطر بأن هناك أمرا معينا يقع في هذا المكتب. ثم لا ننسى بأن عندما تم استدعاء رئيس المكتب دافيد غوفرين إلى إسرائيل ووزارة الخارجية من أجل التحقيق معه، وهو رجع قبل يوم أمس إلى المغرب، لا أعتقد بأن دافيد غوفرين سوف تطول إقامته كرئيس مكتب في المغرب، وأعتقد بأن إسرائيل عليها أن تعيد دافيد غوفرين وتستبدله بشخص آخر، لأنه بين قوسين هو رأس الحرب في هذه النازلة، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الموظفين والتابعين له والذين اتهموا بغياب بعض الهدايا الثمينة التي وجهت من القصر لمكتب الاتصال الإسرائيلي، وخصوصا إلى بيت الذاكرة بالصويرة وبطنجة وبمكناس وبفاس. كل هذه الهدايا اختفت، وكل واحد يتهم الطرف الآخر بأنه أنت أخذتها أو أخفيتها عني، بالإضافة إلى اختلالات مالية أعتقد أنها ستبقى طي الكسمان إلى أن يبوح بها أحد المعنيين بالأمر. الزميل الصحفي قناة 24 نيوز سيد سعيد العفاسي، شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه المداخلة.